وفي قول الله عز وجل أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بعبد يوم القيامة له سيئات صغار وكبار، يعني عنده كبائر الذنوب وذنوب صغار، قال فيقول الله عز وجل أتنكر منها شيئا؟ فيقول لا والله يا رب. فيقال له أظلمك الملائكة الكاتبون؟ فيقول لا يا رب. قال فيقول الله عز وجل اعرضوا عليه صغار ذنوبه وأخروا عنه كبارها. يعني الملائكة أول حاجة بأمر الله تعرض عليه صغار الذنوب ويأخر عنه الكبار، فإذا أقر بها وظن أنه هالك يقول الله سبحانه وتعالى بدلوا سيئات عبدي إلى حسنات. شوف الفضل العظيم ده كيف، وهذا من رحمة الله عز وجل. ربنا يقول لهم المعاصي والسيئات الأقر بها الزول ده كلها أقلبوها له حسنات، فيطمع في فضل الله ويقول يا رب إنها هنا ذنوبا لا أراها. ما هو أخرها منه قبل، قال يا الله أنا عندي بلاوي كبيرة دي لو انقلبت حسنات الميزان بيتقل. فدي أخواننا ثمرة لمن ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات.